أخبار الساحل وفيها تتابعون. محمد الغزواني يتعهد بتحسين الوضعية المعيشية للمواطن، وسيدي محمد أبو بكر ينتقد من العيون أوضاع البلاد ويتعهد بتغييرها إلى الأفضل. محمد المولود يستعرض برنامجه الانتخابي من نواكشوط، وبرامو للداه العبيد يؤكد من العيون أن مشروعه يعني الشعب ومصالحه. محمد الأمين المرتجي الوافي يواصل جولاته في مقاطعات العاصمة، وكان حميد بابا يؤكد أن ملف الإرث الإنساني يتصدر قائمة الأولويات في برنامجه الانتخابي. أهلا بكم إلى تفاصيل نشرتنا أخبار الساحل من العاصمة الموريتانية نواكشوط. ترأس المرشح الرئاسي محمد ولي الشيخ محمد أحمد الغزواني مهرجانا شعبيا مساء اليوم في مدينة كيهيدي عاصمة ولاية غورغول، المحطة الرابعة من جولته الداخلية التي قادته إلى نواديبو وروسو. وكان الغزواني قد عقد مساء السبت مهرجانا شعبيا بمدينة ألاك عاصمة ولاية البراكنة، وحمل خطاب المرشح في مدينة ألاك وعودا وتعهدات بتحسين الوضعية المعيشية والتركيز على قطاعات التعليم والصحة والتوظيف. أنا ما ترشحت ندور كان يعود رئيس موريتاني بذاك المفهوم أن الرئيس اللي يلوذ للسلطة، والله يلوذ للفضاء، والله يلوذ للمال، والله يلوذ للجاه، والله ما هي واحدة من هذه الكاملات. أنا ترشحت بي اللي قايل علينا إذا البلد نعرفه وحق يلعتوا قطة واحدة منكم سمعوها قطة طيب زمن نتخمم كان يترشح والله ما نعدلها، ومرة نعود أقرب علني ما نترشح يا غير قررت اللي لورك 10 أشهر والله 11 شهر إنه إلى جاوا الانتخابات الموريتاني وذيك الساعة نعرف إني ما تيت له نعود عسكري علني نترشح بي اللي ظاهر لي علني نعرف في راسي من معرفة البلد ومعرفة التحديات القائمة عليه ومعرفة ذاك اللي محتاج له ومعرفة ذاك اللي قد يعدل له وقدر اللي يجعلني يفرض علي بطريقة قاع وجوبية على أني نترشح. نظم المترشح لرئاسية 2019 سيدي محمد أبو بكر مهرجانا جماهيريا بمدينة العيون عاصمة ولاية الحوض الغربي، مهرجانا شعبيا ضمن حملته الانتخابية لاستحقاقات 22 يونيو، وذلك في إطار دولته الداخلية. نتابع المزيد في تقرير الزميل أحمدنا سيد أحمد من العيون. مدينة تنبتغا مثلت أول المحطات التي أجرى فيها المترشح سيدي محمد بوبكر بوسالف توقفات على الطريق الرابط بين مدينتي النعمة والعيون، ليعيد في كلمة ألقاها أمام مناصريه بالقطيعة مع النهج الحالي الذي اعتبر بعض منافسيه امتدادا له. ماكم لا يتقبلوا حد يتلاعب بأصواتكم، لاكم لا يتقبلوا تصوتوا لرقاش ويوخلكم رقاش أخر. انتم تتابعوا للي يخلق برحة لولة وتراعوا في الدولة والسلطة تهيئ للتزوير وتقول ان ما لا يعود فيه شوط ثاني باسم الحيلة، ما يعود فيه شوط ثاني. والموريتانيين في طول موريتانيا وعرضها عبروا عن رفضهم لاستمرار في النهج الحالي. عوينات زبل التي مثلت المحطة الثانية دعا فيها المترشح مناضلي حزبي تواصل وحاتم الذين استقبلوه خلال مهرجان عقدوه، دعاهم إلى التشبث بالموقف الداعم للتغيير بوصفه الحل الوحيد لكل مشاكل البلاد. اللي دوروا الآن واللي تبقوا هو التغيير. تغيير. التغيير. لأن هذه الحالة اللي تعيش واللي يعيشوها الموريتاني كاملين ما تلاقي قد تصبر، ولا بد لها من تغير، لا بد للتعليم من يتحسن، ولا بد من الصحة تعود خالقة، ولا بد من المرضى يدواو، ولا بد من تحرم تجارة الأدوية المزورة.
مدينة العيون التي حط فيها المترشح الرحالة احتضنت مهرجانا رئيسيا لداعم الرجل من ساكنة ولاية الحوض الغربي. عدد المترشح فيها عوامل المعاناة التي يعانيها السكان، مرجعا الأسباب إلى غلاء الأسعار التي تسبب فيها ارتفاع سعر البنزين بفعل الضرائب المفروضة. أسعار مدينة العيون مرتفعة لأن الناقل مرتفع، والناقل مرتفع لماذا؟ علاش الناقل أسعاره مرتفعة؟ لأن قزوان نداروا عليه من الضرائب ما توفى، وعاد هو اللي يغذي ميزانية الدولة بشكل كبير، بينما أصلا ما يلا يعود عليه من الضرائب، لأنه لأن قزوان هو اللي يحرك البيئة كامل، وكل بضاعة لا يجي من شر واكسور لا يندار عليها سعر النقل ولا يندار عليها سعر القزوان. مهرجان العيون الذي استبشر مناصر الرجل بحجم حضوره الشعبي اعتبروه بداية لمرحلة يعتقدون أنها ستكون حاسمة لتحقيق التغيير الذي يرفعون من أجله شعار الآن الآن وليس غدا. أحمد نسيد أحمد، مدينة العيون، ولاية الحوض الغربي، الساحل تيفي. قال المرشح الرئاسي برامي ولداه والعبيد إن مشروعه يعني الشعب ومصالح الشعب ورفع المظالم ورد الحقوق للشعب الموريتاني بدون استثناء أو تمييز أو تفاضل حسب تعبيره. جاء ذلك خلال مهرجان شعبي ترأسه بمدينة العيون عاصمة الحوض الغربي، والتي وصلها قادما من مدينة النعمة عاصمة الحوض الشرقي. وتعهد والعبيدي في حال انتخابه رئيسا للبلاد بإنشاء وزارة تدعى وزارة التنمية الحيوانية تتخذ من مدينة النعمة مقرا لها. هذا وأكد والعبيدي أنه سيعمل على توفير ظروف معيشية مناسبة للمواطنين، واعدا بتعزيز اللحمة الوطنية وإذابة الفوارق بين مكونات المجتمع. استهل المترشح لرئاسيات 22 يونيو 2019 محمد المولود جولته الانتخابية من مقاطعة أوجفت بولاية أدرار، وكان المترشح قد استبق هذه الجولة بمؤتمر صحفي بنوكشوط استعرض خلاله أبرز نقاط برنامجه الانتخابي الهادف لإنقاذ الشعب حسب تعبيره. وأكد المولود خلال مؤتمر صحفي أن برنامجه يتكون من 10 محاور و61 إجراء، مشيرا إلى أن الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي ضمن أولويات برنامجه، بما في ذلك قضايا الإرث الإنساني والرق التي تستوجب علاجا سريعا حسب تعبيره. من جانبه يواصل المترشح للانتخابات الرئاسية محمد الأمين المرتجي الوافي دولات في مدينة نوكشوط والتي تشمل بعض مقرات حملاته بمقاطعات العاصمة. كما زار المترشح بعض الأسواق، وأكدت اللجنة الإعلامية للمرشح أن الأخير قرر بدء حملته بالتواصل المباشر مع المواطن وفي مع المواطنين في العاصمة نوكشوط، مشيرة إلى أن الحملة فرصة للاتصال المباشر معهم والتعرف على مشاكلهم بدل المهرجانات الكرنفالية. وبدأ المرشح حملته بزيارة لسوق العاصمة أمس السبت، حيث أكد أن زيارته تأتي للاطلاع على وضعية الباعة بالسوق، متعهدا بإيجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها هؤلاء الباعة من ارتفاع الأسعار وتضاربها وغياب الرقابة على البضائع حسب تعبيره. وفي مدينة كهيدي عاصمة ولاية غرغل ترأس المترشح لرئاسيات يونيو 2019 كان حميد بابا مهرجانا انتخابيا أكد فيه أن ملف الإرث الإنساني يتصدر قائمة الأولويات في برنامجه الانتخابي، وتعهد بتشكيل لجنة متخصصة لإنصاف الضحايا بشكل جدي وملموس ووضع تصور شامل للموضوع يتم عن طريقه استعادة الاعتبار في الحقوق. واستعرض المترشح الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي مؤكدا على أهمية ترسيخ مفهوم الوحدة الوطنية والتوزيع العادل للثروة، وأضاف أن على الدولة نشر العدالة والمساواة في السياسة العقارية ومنح الثقة للسكان المحليين من أجل تثمين أراضيهم الزراعية وخلق نهضة زراعية حقيقية.
نظمت مجموعة سياسية تطلق على نفسها منسقية موريتانيا أولاً مؤتمراً صحفياً في نوكشوط، المجموعة السياسية التي كان ينشط أعضاؤها سابقاً في الأحزاب المعارضة الراديكالية، أعلنت في بيان أصدرته عن دعمها للمرشح الرئاسي محمد أول الشيخ محمد أحمد الغزواني. لنقلب الصفحة لقد حان الأوان. سيخوض السيد محمد أول الشيخ محمد أحمد الغزواني سباق التنافس على رئاسة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، إذ تستعد البلاد لتعيش أول تناوب لها على أعلى هرم في السلطة بدون أي إكراه. في 22 يونيو 2019 سيتوجه مواطنون إلى صناديق الاقتراع آملين التحول إلى حكم نظيف. إننا من الذين يسعون لتحقيق حلم إعادة التأسيس على أساس قواعد سليمة تطابق ما بين التوقعات والإصلاحات الجذرية العميقة للقضاء على مخلفات إرث قرون من الهيمنة وعقود من الافتراس الوراثي. لقد وعد المترشح في خطاب إعلان ترشحه فاتح مارس بأن يسعى بالبلد إلى طريق المساواة، لأنه بدون عدالة سيختل التوازن الاجتماعي مما سيؤدي إلى الإحباط والانتقام. نشرتنا متواصلة وتتابعون فيها بعد الفاصل. حملات مرشحي انتخابات يونيو تعتمد على الموسيقى والسهرات الفنية لكسب ود الناخبين قبل اقتراع 22 يونيو. ستة مترشحين الانتخابات 22 يونيو 2019. قناة الساحل تنقلك إلى قلب الحدث عبر تغطية حية ومباشرة. نواكب رئاسيات 2019 بتقارير تغوص في عمق الخبر وتحيط به من مختلف الجوانب وترصد صداه لدى المواطن. نشرات إخبارية وبرامج تحفظ للخبر قدسيته وتتيح للخبراء والمحللين نافذة للتعليق في تغطية عمادها المهنية والدقة والموضوعية والحياد. قناة الساحل تغطية متواصلة لرئاسيات يونيو 2019. أهلا بكم مجددا. يرى مراقبون أن البرامج الانتخابية لمرشحي رئاسيات يونيو 2019 لا تحظى باهتمام الناخبين الذين يعتمدون في التصويت على عوامل أخرى، ويرى البعض أن الحملات الدعائية للانتخابات لا تؤثر بشكل كبير على قناعة الناخبين. عايشة لالا. في الانتخابات الرئاسية وخلال فترة الحملات يظهر جمهور مؤيد ومناصر لكل مرشح، وتختلف أسباب اختيار هذا المترشح دون غيره من شخص لآخر. جاي الشخص معين الشيخ محمد أول الشيخ محمد أحمد أول الشيخ الغزواني، اخترته كافي لاسمه اختارته الشيخ محمد ما عقبش، لأنه خير خلف لخير سلف. شباب في مقتبل العمر يعون جيدا اسم المرشح الذي سوف يصوتون لصالحه، لكن لا تسأل أبدا عن برنامجه الانتخابي لأنهم لا ينوون إلقاء نظرة خاطفة عليه. ماني قايل لك عنه على خلقه، لا قريت برنامجه، قال زارك لقاج معين قال له اسم محمد أبو بكر. سمعت نقول لك ما شاء الله الرسول صلى الله عليه وسلم قال الأغرب ثم الأغرب، وأنا ذا والعمي زارك له باقتناع أنه دور إن شاء الله يعدلكم يا الوطن. وما بين القرابة والجهة والمصالح الشخصية للفرد توجد فئة أخرى لها التزام حزبي يفرض عليها مساندة مرشح حزبها مهما اختلفت معه في الرؤى، وآخرون يتنقلون من حملة مرشح لآخر دون تحديد لمن سيكون صوتهم. حتى الآن ما حسمت قرار باتخاذ
قرار الانتخاب اي مرشح، وما زلت طبعا نخرص برامج المرشحين ان شاء الله، وفي اللحظه الاخيره ان شاء الله لين حسم قراري. في من المؤيد اصحاب المبادرات، وفي اللي رافدوا لقبه مستحفي، قلنا احنا موريتاني ما واحلفش، انا اللي رافدني لقبه مستحفي. ستة مترشحين يعملون على جذب أكبر كم من المصوتين دون الاهتمام بما إن كان التصويت عن قناعة تامة أو ابتغاء مرضاة فلان أو حتى لجهة أو مصلحة شخصية. الشلال مسيدي لقناة الساحل نواكشوط. تمثل السهرات الفنية والموسيقية عمادة الدعاية الانتخابية في رئاسيات 22 يونيو 2019، فمع الانطلاق الفعلي بدأت حملات المترشحين الستة في التنافس على تنظيم حفلات فنية يحييها فنانون تقليديون، كما حضرت الفرق الشبابية سعيا لاستقطاب جمهور الراب والهيب هوب. محمد عمر بلول. تحيي الحملات الانتخابية ما كان ميتا من شوارع العاصمة نواكشوط، كل يحتفل بطريقته وبوسيلته، يحملون ما خف وغلا في نفوسهم من صور ورشحيهم. تأخذ المقرات الحملاتية زينتها صور مكبرة لا تخطئها العين المبصرة، وخيم تستقطب من طردهم جو المنازل وجذبهم مناخ الحملات. يتعانق الفن والسياسة، فالفن جسر تعبر عليه رسائل المترشحين ومن معهم. يدخل المديح النبوي على الخط، فله مكانته الثابتة في جذب الجمهور. رغم ذلك، ما زالت الحملة الانتخابية التي مضى من عمرها أيام قليلة لم تبح بأسرار أفراحها، فلا يفتأ المواطن يتذكر الحملات الماضية حتى يتمنى لو أن الماضي يعود اليوم أو غدا. محمد عمر بلول، الساحل تي في، نواكشوط. أعلنت شركة بيتريش بتروليوم البريطانية عن توصلها إلى قرار نهائي مع الحكومة الموريتانية بشأن الاستثمار في قطاع الغاز الطبيعي المسال خلال السنة الماضية، مشيرة إلى أنها ما زالت ملتزمة باستخراج أول دفعة من الغاز بحلول 2022. وأكدت الشركة في إيجاز قدمته أثناء اجتماع لمجلس الأعمال الموريتاني البريطاني في العاصمة البريطانية لندن أن الهدف هو إعادة إرسال الغاز إلى المحور الذي سيكون منشأة كبيرة للغاز الطبيعي المسال مع مصنع لتبريد الغاز المسال، حتى يمكن نقله بواسطة ناقلة للتصدير واستخدامه في الأسواق المحلية في موريتانيا والسنغال. كما تجري ترقية سفينة حالية في حوض بناء سفن في سنغافورة لتكون بمثابة ناقلة للغاز، يقول ماكجور حسب الموقع المذكور. رياضيا في هذه النشرة، بدأ المنتخب الوطني المرابطون معسكره التدريبي بمدينة مراكش المغربية والذي يمتد لعشرة أيام، وتخللته مباراتان وديتان. هذا وكان رئيس الوزراء الموريتاني محمد سالم بن البشير قد سلم علم موريتانيا إلى قائد المنتخب الوطني المشارك في نهائيات أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر بداية من 21 يونيو الجاري، ويمثل هذا التسليم تقليدا رياضيا للاحتفاء بوصول المنتخبات إلى نهائيات البطولات القارية والدولية وتحفيز اللاعبين على القتال ورفع اسم موريتانيا عاليا في المسابقات. ويلعب المرابطون في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات تونس ومالي وأنغولا. أخبار الساحل وصلت نهايتها، وكنتم قد تابعتم فيها. محمد الغزواني يبين ومن خلال برامجه الانتخابية أن المواطن أهم أولوياته في هذه الانتخابات.
محمد والمولود وبرامة ولده والعبيد يتعهدان بتوظيف المواطنين في هذه الانتخابات إن تم نجاحه. وتابعتم أيضا كان حامد بابا وولو الوافي يتعهدان كذلك بتوظيف أهم ما يمكن فعله في هذه الانتخابات في حال نجاحهم. الكل يتغنى بليلة. إلى هنا وصلنا إلى ختام النشرة، أشكركم وإلى اللقاء.